كما يسرني أن تنضم إلي عبر الهاتف سعادة السيدة ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين. أرحب بك سعادة السفيرة في نشرة أخبار الثالثة. كيف تصفين العلاقات التي تشهدها جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين؟ بداية أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة لهذه المداخلة بمناسبة الذكرى 72 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تمثل تحولا مهما في التاريخ المصري الحديث وامتدت تأثيراتها على المستويين الإقليمي والدولي. ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أشيد بمدى تميز العلاقات والتي تجعلها نموذج للعلاقات بين الأشقاء، فهي علاقة تعاون وشراكة استراتيجية حقيقية مبنية على أساس متين من التنسيق السياسي الدائم والمستمر على مختلف المستويات، بدءا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه جلالة الملك حمد المعظم، ومرورا بدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس وزراء البحرين، وامتدادا لكافة مؤسسات الدولة في البلدين وفي القلب منها بطبيعة الحال وزارتي الخارجية. ولعل أهم ما يميز العلاقة بين البلدين ويكسبها رونقا وبريقا مختلفا هي وشائج الأخوة والمحبة والتلاحم بين الشعبين الشقيقين، مما يوطد ويرسخ جهود الدولتين للتعاون والتنسيق المستمر بينهما لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية. نعم سعادة السفيرة، لو نتحدث عن مظاهر التطور والتقدم الذي تشهده جمهورية مصر العربية في ظل ما تعيشه من انفتاح شمل كافة الجوانب. وبطبيعة الحال أنه عند الاحتفال بالذكرى 72 لثورة 23 يوليو المجيدة، نستذكر أيضا أهم محاور التنمية في مصر والنهضة التنموية التي نعمل على تحقيقها، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل. ولعل التطور الحضري وحرص الدولة المصرية على التوسع العمراني بمفهوم جديد شهدته مختلف مناطق ومحافظات مصر هو واقع نعيشه الآن، وأبرز مثال على ذلك هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتضن في أرجائها مقرات الحكومة المصرية، بالإضافة إلى مناطق خدمية وسكنية في تخطيط حضري متكامل متميز وعصري. كما شهدت مصر في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بشبكات النقل والطرق وتطوير الموانئ، وتركيز أكبر على تهيئة بيئة الاستثمار لجذب المستثمر المصري والأجنبي. فالدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التطوير والتقدم بشكل ديناميكي وتفاعلي، تركز على تعظيم الاستفادة مما تحقق من إنجازات، وتتعاطى بشفافية وواقعية مع ما يبرز من تحديات، مدعومة بشعب عظيم عقد العزم على تطوير بلاده والوقوف صفا واحدا لإعادة بناء مجد أقدم حضارة عرفها التاريخ. نعم سعادة السفيرة، يعني أختم معك هذا اللقاء بمواقف جمهورية مصر العربية تجاه التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة العربية بشكل عام. أما فيما يتعلق بالتحديات والأزمات التي تواجه منطقتنا العربية، فإن مصر حريصة على الاطلاع بواجباتها والوقوف بجانب أشقائها في المنطقة لتعزيز الوحدة العربية وتكثيف الجهود سعيا نحو الوصول إلى حلول سلمية وسياسية مستدامة لكافة الأزمات بالمنطقة لتشهد استقرارا طال انتظاره، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية التي استضافتها البحرين في مايو الماضي، والتي مثلت فرصة مهمة للتنسيق والتواصل بين القادة العرب لمناقشة التحديات والأزمات التي تواجه أمتنا العربية، سواء في فلسطين أو سوريا أو ليبيا أو لبنان أو السودان أو اليمن أو منطقة البحر الأحمر. سعادة السيدة ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، كل الشكر لك.